اخر حاجه قلنا عنها المره اللي فاتت عرفنا حاجه اسمها الراندوم فاريبل او التغير العشوائي وخدنا النوع الديسكريت منه. انا بعمل تجربه طبعا بتاعتي عشان اقيس احتمالات او احسب احتمالات حاجه معينه. الحاجه المعينه اللي بتحصل دي اقدر اعبر عنها رياضيا ب راندوم فاريبل اسم اكس، زي المثال اللي خدناه بتاع العمله اكس هو النمبر اوف هيدز، رميتها مرتين يبقى عدد الهيدز اللي ممكن تظهر لي ولا مره او مره اطول من مرتين، فهيت ساعتها 0 او 1 او 2 بس. وساعتها قلت لك في حاجه اسمها ديستريبيوشن توزيع، بروح اعمل كالكولس صغير كده اكس وقصادها ايه؟ اف اوف اكس، كل ما اعوض في الداله اللي عندي او عند اكس بيساوي 0 مثلا الاحتمال ده بكام؟ وهكذا. في النهايه عملنا المساله دي. ده كان اسمه الديستريبيوشن. عرفنا برضو حاجه اسمها الكوميونيتيف ديستريبيوشن، الكوميونيتيف ديستريبيوشن هو التراكمي. تراكمي يبقى كابيتال اف اوف 0 اللي هو الحاجه اللي عندي في البدايه، هي نفس من البدايه لحد ما اقف عند نقطه معينه، فعندي الزيرو هي نفسها في البدايه زي ما هي. بعد كده وانا شغال لو ده ايه؟ ده بي، ده سي، يبقى الكم ده هنقول ايه؟ ايه زي بي، صح كده؟ وفي النهايه ايه زي بي زي سي، مجموع الاحتمالات الكليه بكام؟ واحد. لا بس بسرعه كده احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده. وعرفنا حاجه اسمها الاكسبكتد فاليو اي اوف اكس، ان هو المين او الافريج القيمه المتوسطه، كان عباره عن ايه؟ قلت لك اي حاجه جوه الاي اكس تروح مضروبه في الداله. لو كان عندي اكس سكوير الاكسبكتد فاليو القيمه المتوقعه والاكس سكوير بروح بجيب ازاي؟ بضرب اللي جوه الاي اللي هو الاكس سكوير في الداله برضه وهكذا. طيب في الحاله اللي عندي اكس في احتمالها وده ديسكريت هشد على الكلام ده سمشن لكل تايم اكس، ده معناه ايه بقى؟ فور اول فاليوز اوف اكس، ايه المعلومه دي؟ فور اول فاليوز معناه كل اكس في احتمالها 0 في ايه زائد 1 في بي زائد 2 في سي، ده كده الاكسبكتد فاليو بتاعه. وعرفنا حاجه اسمها الفاريانس او التباين، قلنا هي عباره عن الاكسبكتد فاليو بتاعت اكس تربيع ناقص مربع المين. او ليه اوف اكس ده يا باشمهندس ليه رمز الميو برضه هو المين. يبقى اي اكس تربيع ناقص اي اوف اكس كل تربيع او مربع المين، خلاص القيمه دي متربعه هنا، اي اوف اكس تربيع هتيجي من نفس الفكره دي، اكس تربيع في الداله واشد على الكلام ده سمشن لكل تايم اكس. يعني ايه؟ يعني ده تربيع في ده زائد ده تربيع في ده زائد ده تربيع في احتمال. واقعد اعوض، دي لعبه سهله جدا ما فيهاش فيها مشاكل. طيب بعد كده خدنا مسائل على النوع ده، قلت لك ممكن يجيب لك داله اف اوف اكس واي سوري اف اوف اكس يساوي سي اكس تربيع مش عارف ايه والكلام ده ومديك قيمه الاكسات مثلا. فانت كنت اللي بتعمله ايه؟ اول حاجه انا عاوز اجيب قيمه السي، فبتستغل انت الخاصيه بتاعت ان سميشن اف اوف اكس يساوي واحد مجموع الاحتمالات بيساوي زيرو، فبتعوض زيرو واحد واثنين والكلام ده كله وتساوي المجموع هيطلع بداله السي، تعرف تجيب السي وتكمل المطالب الثانيه اللي عندك. دي كانت الفكره. نفس الكلام بالظبط هنقوله ثاني هو بس بدل ما كان ديسكريت هيبقى ايه؟ كونتينوس. الكونتينوس يبقى انا مش هشتغل على ديسكريت بوينتس، لا انا شغال على انترفل فتره اكس وقع داخل انترفل من ايه البيت؟ مثال من زيرو واحد ايا كان. يبقى جوه الانترفل، جوه الانترفل ده انا عندي عدد لا نهايه من البوينتس. ما بمشيش انا ديسكريت بوينتس، لا عندي عدد لا نهايه، فالمفهوم اللي هيجي لنا بعد كده زي ما قلنا قبل كده مفهوم الاريا اندر ذا كيرف من اول النقطه ايه لحد النقطه بي، بحيث ان اف اوف اكس ده لو اعتبرته كيرف خلاص فاي حلقه انا هشتغلها انا بجمع ما تحت الكيرف اللي هو مفهوم التكامل الانتجريشن. يبقى انا شغال على ايه؟ انتجريشن. هتلاقي كل القوانين اللي قلناها المره اللي فاتت هي هي، ولكن هيبقى في تكامل. اف اوف اكس المره دي الداله اللي عندي اسمها بروبابيلتي دينستي فانكشن، هناك كان اسمها بروبابيلتي ماس في حد ديسكريت. فاي احتمال هيبقى اكبر من او يساوي زيرو. هناك مجموع الاحتمالات بيساوي واحد، لا هنا الاريا اندر ذا كيرف كلها المفروض تساوي كام؟ واحد. يبقى تكامل اف اوف اكس دي اكس دي الاريا اندر ذا كيرف من ايه لبي بيساوي كام؟ واحد. بس بقى بشكل عام بدل من ال بي البدايه والنهايه زي ما تقول، حطيت لك انا في القانون من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، حيث ناقص ما لا نهايه دي البدايه المعطاه وما لا نهايه دي الايه؟ النهايه. فمثلا في المساله من اكس من 0 ل 1 يبقى كامل من كام لكام؟ من 0 ل 1.
واحد. احتمال ان الراندوم فاريبل بتاعنا يساوي نقطه بعينها اكس سو صفر، لان ده معناها الاريا تحت النقطه. احتمال بتاع النقطه هي الاريا تحت النقطه. الاريا تحت النقطه كام؟ زيرو. هناك انا بجمع كده كده شغال نقط عادي ليها قيمه، لكن هنا الاريا تحت النقطه بزيرو. الكوميونيتي ديستريبيوشن فانكشن التراكمي هكامل، بدل ما هجمع هكامل من البدايه لحد قيمه ما اسمها اكس. خلاص هيبقى دايما التكامل بتاعنا من البدايه لحد اكس، اف اوف اكس دي اكس. وبعض الكتب هتلاقي الدكتور ممكن يديها لك كده تكامل من اسمها لنهايه اكس، بدل ما يكتبها اف اوف اكس دي اكس هيكتبها اف اوف تي دي تي، عشان يعني هيشيل تي ويحط اكس فارق المختلف، لكن هي ايه؟ هشيل اكس واحط اكس مش هيجي في العكس 2-1. خلاص هيكتبها بس نفس الثلاث بقى تي ويعوض على تي اكس 2 حاجه واحده. الاكسبكتد فاليو برضه هضرب الاكس في الداله واشد على الكلام ده علامه التكامل من البدايه للنهايه بدل ما اعمل سبمشن. والفاريانس السيجما سكوير نفس القانون هو هو، بس طبعا انا محتاج اجيب الاي اوف اكس سكوير، هيبقى الاي اوف اكس سكوير بنفس الطريقه بقى عباره عن ايه؟ اكس تربيع في الداله. وما ان انا كنت بس اشد على الكلام مش مشكله على كده. ناقص مدى نهايه البدايه لحد ده جزء اوائل. طب بيع الكلام ده في مسالتين عندنا في الشيت. اف اوف اكس الداله اللي عندي كي جذر اكس، والاكس من 0 ل 1 كونتينوس وش و0 خلاف ذلك مش مهم، المهم هنا الجزء اللي فوق ده. عاوز قيمه الكي زي هناك كان السبميشن، لا هنا هيبقى تكامل جزء 1. فانا هشتغل هنا على طول اعوض في القوانين اللي معايا. طيب رقم 1 المطلوب الاولاني ار بمن تكام من البدايه اللي هو من 0 لحد 1 اف اوف اكس هي كي كسر اكس دي اكس يساوي 1. تعرف الجامد طبعا ده اكس اس نص اس 3 على 2 في 2 على 3، عوض مره بالواحد ومره بالزيرو عرفت تجيب قيمه كي. في اي مشكله؟ كلام سهل وكده. جبت قيمه كي، قال لك بقى انا عاوز الكوميونيتيف ديستريبيوشن فانكشن كابيتال اف كوميونيتيف يبقى تكامل من 0 لحد اكس كي جذر اكس دي اكس. الكي انت جبتها بقيمه خلاص موجوده معاك من 0 لحد اكس، هتكمل عادي جدا كي 2 على 3 اكس بس 3 على 2 هتبقى 2 على 3 في كام؟ في 3 على 2 في 3 على 2 من 0 لحد اكس خلاص. ده ناتج التكامل، هتشيل اكس وتحط اكس فهي هي، وهتشيل اكس وتحط زيرو يبقى الكلام ده بصفر، فيبقى عندك في النهايه هو الناتج ده، الداله اللي قدام حضرتك هي 2 على 3 كي اكس اس 3 على 2 اللي هي تبقى اكس اس 3 على 2 يعني في النهايه عباره عن كام؟ عباره عن الكوميونيتيف ديستريبيوشن فانكشن. قال لك بعد كده باستخدامها انا عاوز البروبابيلتي ما بين 3 من 10 و 6 من 10. طب من غيرها انا عاوز البروبابيلتي احتمال الاكس تكون واقعه بين 3 من 10 و 6 من 10، يعني هنا انا بقول لك ديت كده الاحتمال بين 3 من 10 كام؟ 6 من 10 هاتي الاريا. هو الكم من 3 من 3 من 3 من 10 في المشكلة؟ رقم 3 ده دبل ار 3 عبارة عن تكامل من 3 من 10 ل 6 من 10 كي جذر اكس اكس وخلصت. لو انا عايز اجيبها بالكوميونيتي ديستريبيوشن فانكشن فانا هاجي هنا اقول لك ايه؟ ان البروبابيلتي بتاعت 3 من 10 ل 6 من 10 في حاله الكونتينوس مش هيفرق معايا تساوي او لا تساوي، عملت كده او غيرها مش هيفرق معايا حاجه. يعني 2 1 لان احنا بنتكلم الاريا تحت النقطه كام؟ 0، فتساوي او لا تساوي يعني بضيف الاريا تحت النقطه بضيف صفر ما يهمنيش. ففي النهايه انا بقول لك هيساوي كابيتال اف بتاع الكبير 6 من 10 ناقص كابيتال اف بتاع الصغير اللي هو كام؟ 3 من 10. كده انا جبت الاريا المحصوره ما بينهم من التراكمي لحد السته ناقص من التراكمي لحد كام؟ 3. فانت هتجيب دي منين؟ انك تعوض ب 6 من 10 هنا وتعوض ب 3 من 10 هنا. ده الطريقتين اللي هم تقدر تجيب بيهم الاحتمال بتاعك. نفس الكلام بقى او الفكره هتتعاد تاني في المثال اللي بعده. وهنا مديلك
كونستانت 4 على باي يقول لك جاهز، والمقام عندك واحد زي الاكس تربيع الاكس من 0 ل 1 عاوز الاكسبكتد فاليو. المثال رقم 2 كونتينوس برضه الاكسبكتد فاليو عباره عن تكامل اكس في الكلام ده كله يبقى 4 على باي ده ثابت بيطلع بره في اكس على 1 زائد اكس تربيع دي اكس ده اكس في اف اوف اكس اكسبكتد فاليو. كمل يا سامي. لا كمل كام طبعا من 0 ل 1 ماشي. البسط مشتقة المقام 2 على باي ايه؟ بقول البسط مشتقة المقام فاضل له 2 بس 2 على باي من 1 زائد اكس سكوير. خدت 2 دخلتها جوه وخلصت المسألة فطلع معايا بكام؟ من 0 لحد 1 لازم تعوض 2 ب 2 2 ل 2 2 و 1 0 يبقى 2 على باي من 2 تلاقي في الكتاب عاملها لك كده، عاملها لك 1 على باي لين 4 ايه هي؟ 2 اس 2. طيب رقم 3 او اسف رقم ب نفس الكلام من نص ل 3 على 4 يبقى هتكمل المساله بتاعتك بس هتبقى عباره عن ايه؟ دي اي بي عباره عن تكامل من نص ل 3 ارباع الداله بتاعتك 4 على باي 1 زائد اكس سكوير دي اي 4 على باي ثابت بره و1 على اكس تربيع زائد 1 عباره عن ايه؟ 10 ماينص 1 اكس. بتعوض حضرتك بكام وكام؟ نص 3 على 4 مره بنص مره 3 على 4 وزي ما تطلع ده عشان ده مش حاجه. الكابيتال اف كوميوليتيف تكامل من زيرو هو نفس التكامل بس هيبقى من كام لكام؟ نفس التكامل ده اكس هيبقى من كام لكام؟ من زيرو لحد اكس الكوميوليتيف دايما بقف على قيمة معينة فبديها رمز اكس برجع بعد كده اعوض بيها بقى لو انا حابب عرفت القيمة دي ايه بالظبط برجع بعد كده اعوض على اكس. السالب ما لا نهاية دي دايما تبقى البداية بتاعتي البداية هنا في المسألة بس ناقص ما لا نهاية ايه؟ بالزيرو. زيرو الاكس 4 على باي 1 على 1 زائد اكس تربيع عبارة عن ايه هندسة الكلام ده؟ باع على باي 8 ناقص 1 بس خلاص. في أي مشكلة عندنا؟ كلام سهل والله جدا مش حاجة. سيجما سكويرت او الفاريانس نفس الموضوع بقى انا اروح الاول اجيب اكس تربيع اللي هي ايه عباره عن ايه؟ تكامل اكس تربيع في الداله اللي هي 4 على باي 1 زائد اكس تربيع دي اكس نجمع 1 وناقص 1 من 0 لحد 1 نجمع 1 وناقص 1 بالظبط كده نجمع 1 وناقص 1 اكس تربيع زائد 1 الكلام ده بكام؟ 1 ناقص 1 1 تكاملها باكس ناقص تكامل 1 على 1 زائد اكس تربيع ثاني انفرس اكس مرة بواحد ومرة بزيرو خسر هتعوض بواحد 10 ماينص 1 واحد بباي على 4 فتلاقي المسألة ايه؟ دي بالسلامة. أنا جبت دلوقتي دي اوف اكس سكويرد فأنا هروح أجيب لو القيمة دي عبارة عن ايه فأنا هقول ايه ناقص ميو سكوير. في أي مشكلة؟ الكلام ده كله موجود معاك طبعا في الأرقام في الورق اللي أنا بحكيه ده بالنسبة للكونتينوس راندوم فاريبل. طيب نعلي شوية لو بدل الايكويشن المعادلة اللي عندي اللي هي بتعبر عن راندوم فاريبل واحد هو مش ممكن يبقوا أكتر من راندوم فاريبل؟ لو اثنين راندوم فاريبل ممكن أعمل تجربة وبقيس حاجتين عايز تجربة وأعمل حاجتين مع بعض فأنا هيبقى عندي تو راندوم فاريبلز يبقى دالة بتربط ما بين تو راندوم فاريبل اس واحد اسمه اكس اللي هو القديم بتاعنا والجديد هسميه واي عشان هي بتربط ما بين حاجتين انتو ميكانيكا المسمار اللي بيربط اسمه ايه؟ سكرو لا اللي بيربط في صاموله وبتربط الناحيتين جوينت دي ال جوينت جوينت عشان كده اسمها جوينت الداله اسمها ايه بقى؟ جوينت موبيليتي ديستريبيوشن فانكشن ده اللي بتربط ما بين تو راندوم فاريبلز فيبقى اسمها جوينت.
مشكله في الموضوع ده لا f of x و y بدل f of x اسمها joint mobility mass function. لو انا بتكلم عن discrete random variables ال x وال y الاثنين بياخدوا ارقام discrete. بعلي بقى نفس الفكره بس انا بقى عندي 2 بدل 1 خلاص. وطبعا في منه وده اللي هناخده المره الجايه اسمه continuous ايه joint distribution. بس طبعا دي ليله ولازم ارسم واعمل شويه حاجات كده هيبقى زي تطبيق على الدبل انتجريشن. لان continuous هو ايه تكامل وعندي اكس وواي فهتكامل بالنسبه لاكس وبالنسبه لواي هو الدبل انتجريشن احنا خدناه مع بعض هيبقى كافي. هي مساله او مسألتين تفهيم فهناخد المره الجايه بالشكل اللي قدامنا دلوقتي. انا عندي مجموع الاحتمالات الكليه هو نفس القانون ثابت يساوي ايه هندسه يساوي 1 يبقى مجموع الاحتمالات لكل قيم اكس ولكل قيم واي يساوي 1. في دالتين عندنا هيظهروا حاجه اسمها المارجنال اوف اس اكس والمارجنال دي يعني هاش ده اللي هنشيله وهنشوف ليه اسمها مارجنال بس هي تبقى داله في الاكس بس. وحاجه اسمها المارجنال اوف ايه اوف واي انت بتعوض في الداله كل قيم واي هنا فبالتالي ما يبقالهاش الاكس وهنا بتعوض بكل قيم اكس فبالتالي ما يبقالهاش غير واي. ده بيتعمل ازاي؟ بما انه ديسكريت يبقى على طول في جدول تيو ديسكريت في تيو كونتينوس يبقى في تكامل تيبل وهجمع منه بوينتس. طيب فدي الداله اللي عندي دي الفانكشن هي دي الجوينت ديستريبيوشن فانكشن او جوينت ماس او جوينت ماس فانكشن. بعمل ايه؟ اروح اعمل الجدول بتاعنا اللي هو اسمه ديستريبيوشن تيبل. هتلاقيه بيقول لك انا في المطلوب الاولاني عاوز قيمه السي وعاوز الجوينت ديستريبيوشن اللي هو الجدول الجوينت ديستريبيوشن اللي هو الجدول بتاعنا. الجدول بتاعنا اهو دي قيم اكس دي قيم الراندوم فاريبل واي. اللي هنا هيبقى الاحتمالات. تيجي التعويض هنا. قيم اكس قال لك كام وكام وكام؟ 2 4 6. وقيم واي 1 3 5. الموضوع سهل ما فيهوش اي مشاكل. طيب ايه اللي هيتكتب هنا؟ اللي هيتكتب هنا ان هعوض في الداله بتاعتي عن اكس ب 2 وواي بكام؟ بواحد. اكس ب 2 وواي ب 1 اللي هو 4 6 صح كده؟ وانت شغال بقى نفس الفكره. الاكس ب 4 يبقى 16 سي، الاكس ب 36 سي. اللي هيتكتب هنا بقى هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الكلام ده كله. اللي هو 20 و 36 36 سي. مشكله في الموضوع؟ هنا دايما هيكون الايه؟ نفس الكلام ثلاثة هنا ثلاثة واثنين بس خلي بالك واحنا شغالين ده طبيعي في شرط كده انا حاطه صعباني شويه الاكس اكبر من واي وانت شغال الجدول المفروض ما يطلعش احتمالات الا لما يكون الشرط متحقق بتاعك ان الاكس تكون اكبر من ايه؟ من الواي. طيب في حاله الاثنين وواحد هل الاكس اكبر من الواي؟ اه ايوه الاكس هنا اكبر من الواي؟ ايوه الاكس اكبر من اذا انا ماشي تمام. طب هنا 2 و3 هل هنا الاكس اكبر من واي؟ لا اذا هنا بكام؟ شرط مش هتحقق لازم احقق كل الشروط اللي عندي وهكذا انا شغال. هنا الاكس اكبر من واي يبقى هطلع القيم الاكس اكبر من واي ايوه اعوض خلاص بقى الفكره مشيت. هنا 0 0 هنا هعوض عادي. في اي ازمه؟ طبعا انت معاك الكلام ده بالتفصيل بالارقام احنا بس نمشي بالارقام بتاعتنا. هتجمع الاثنين دول وتحط الناتج هنا. هتجمع او هي دي بس اللي هتتحط هنا اللي هي دي بص بقى بص نفس الكلام الناحيه دي مجموع الثلاثه دول يتكتب هنا ثلاثه كلام.
انت عارف دي هتبقى عباره عن ايه؟ مجموعه اللي فوق مجموعه دول وهم نفسهم مجموعه دول اللي هو نفسه مجموعه كل اللي جوه نوكي لازم الخانه الاخيره دي تطلع واحد ماشي اسمه سي موجود في كل الترمات مجموع ده بالرقم اللي قدام حضرتك كذلك الحل هنا كذلك الحل هنا مجموع الكلام ده كله مجموع الكلام ده كله المفروض يطلع 392 سي 392 سي المفروض يساوي كام؟ واحد يبقى السي بيساوي كام؟ واحد بس طلع تعاد ده فوق كده تاليت المطلوب الاول وعملت المطلوب الثاني في نفس الوقت من دول. طيب رقم بي قال لك ايه؟ قال لك انا عاوز البروبابيلتي اللي بتحقق لي او اللي ناتجه من ان اكس زائد واي تو راندوم فايل اللي عندي عباره عن كام؟ مجموعهم بسبعه، مجموع قيمهم بسبعه، مجموع القيم دي بسبعه، فين مجموع السبعه عندي؟ 3 و4 في تاني كام؟ لا انا بكتب عموما، بعد كده بقى تشوف انا بتعوض من الجدول تمام؟ يبقى دايما الارقام اللي موجوده جوه هنا لازم يكون مجموعهم كام يا هندسه؟ سبعه وتشوف ايه اللي موجود عندك وتعوض بيه 3 و4 1 و6 4 و3 اللي موجود عندك وعندك 1 و6 او 6 و1 لا اكس الاول 6 و1 مفيش عندي 3 و4 عندك 4 و3 4 و3 6 و1 في 3 و4 في كام برضه؟ 2 و5 عوض بالقيم اللي عندك وشوف هيطلع كام بس دي الفكره اللي بعده وهكذا عندك المعلومات ان اكس اكبر من او يساوي 4 وواي اكبر من 3 اكس اكبر من او يساوي 4 فانا بالتالي بتكلم على الاثنين دول وفي نفس الوقت كمان الواي تكون اكبر من الثلاثه يعني خمسة ايه اكبر من ثلاثه؟ الخمسه فانت بتتكلم على الاثنين دول تقاطع دول مع يساوي 5 فمفيش غير الترم ده اللي هو 108 180 على 392 موضوع لعب والله العظيم لعب تعمل جدول وتقعد ايه تلعب مع نفسك ف ده بالنسبه للمساله الاولى، المساله الثانيه كالعاده هو ما ادالكش مش هيدي لك الداله جاهزه، لا انت هتقرا المساله وتكون منها الداله والباقي هو هو، بطريقة ثانيه. الكلام واحد. طيب هرجع واتكلم عن رقم اربعه دي اخر حاجه. كون الداله الاول في رقم اربعه. حد عاوز يجاوب حاجه؟ رقم اربعه اف اكس وواي الداله اللي عندنا نقرا المساله كده ونفهم اباك عندي مجموعه من الكروت مجموعه الكروت دول عددهم 12 بس مش 250 بتوع لا 12 وعباره عن ايه؟ اربعه جاك اربعه كوين واربعه كينج دول ال 12 اللي عندنا هسحب ثلاثه منهم يبقى 12 هيتسحب منهم كام؟ ثلاثه بحيث هيرصد الاجابه الاكس الراندوم فاريبل اسمه اكس هو عباره عن عدد الكينجز اللي اتسحبت والواي هيبقى عدد الجاكس. فانا عاوز اكون الاف اكس واي في دول الكلام ده، وانا عارف اكس ايه وواي هي عباره عن ايه. فاكر اول حاجه حضرناها وقلنا هنقسم انا عندي الريجوليشن الريجوليشن اسمها ان كابيتال هسحب منها عينه اسمها ان سمول متقسمه لتو تايبس هي نفس الفكره والله. ففي النهايه انا عندي ايه بقى يا هندسه؟ بالنسبه للاكس يبقى انا كده بتكلم على الكينجز عندي كام كينجز يا باشمهندس؟ اربعه في البوبيوليشن هسحب منهم اكس اند واي بالنسبه للواي ده عدد الجاكس بالطيب التالي انا عندي كام جاك؟ هنا اربعه كينج واربعه جاك عندي اربعه جاك هسحب منهم واي اند النوع الاخير اللي عندنا هو ايه؟ كوين عددهم كام؟ اربعه برضه هتسحب منهم كام؟ 3 ناقص اكس ناقص واي الباقي على ايه هندسه؟ على مجموع الثلاثه دول اللي هو 12 انت في النهايه عندك 12 تسحب منهم 3 بس ادي الداله بتاعتك في مشكله على كده؟ كونها قبل كده كتير؟ اه خلصت الاكس بكام وكام والواي بكام وكام؟
اكس ممكن تكون زيرو. لا خلي بالك الزيرو معاك. زيرو ممكن ما تسحبش خالص ولا زيرو. واحد اثنين ثلاثة والواي انا في النهاية بسحب كتير ثلاثة. صح الكادر بتاعك جميل. في شرط بقى الاكس زائد الواي ايه؟ لا لا ده مطلوب ده مطلوب. اللي هيبقى موازي للواي في الاخر ده اسمه المارجنال اوف واي، والموازي بتاع الاكس هيبقى اسمه المارجنال اوف اكس. ما عليك 0 1 و 2 و 3 بتطلع قيم معوض. ويقفل الجدول بتاعك. هنا هيبقى المجموع تمام الموازي للواي، فهنسمي ده اتش اوف واي اللي هو المارجنال اوف واي. وده هيبقى المارجنال اوف اكس اسميه جي اوف اكس. في الديسكريت بيبقوا ارقام، لما يجي ياخد الكونتينوس هيبقوا دوال، داله في الاكس بس او داله في الواي بس. زيرو وزيرو هسحب زيرو من الاكس وزيرو من الواي. عوض زيرو زيرو اربعة سي ثلاثة على 12 سي 3 وانت شغال الاكس بواحد 4 سي 1. يبقى انا ساحب الاثنين التانيين من كام؟ 12 سي 3 وهكذا. وانت شغال هتقعد تكمل بالسياق تكمل وتجمع الكلام اللي عامل شغل. انا ده هتقعد ده على الاقل في القطاع الكام؟ بس في حاجات دلوقتي لو عند خانه الثلاثه مش هينفع نعوض الخانه الكومبينيشن اصلا نفسها كانت اربعه. الله ينور عليك. في النهايه بص لما نيجي هنا بقى كده لما تيجي مثلا 3 3 0 تمام انت كده انت ساحب كله 3 مفيش مشكله. لكن لما نيجي بقى هنا عند 3 و1 تمام عشان ارمي هنا كده انت معناها انت ساحب 4 لكن انت هو في المساله ساحب ده حدث مستحيل. اه احتماله كام؟ زيرو. خلاص نفس الموضوع 2 و2 0 اي حاجه هتديك مجموعهم اكبر من 3 مسحوب في 0 3 1 0 3 2 0 3 3 0. تاني حاجه؟ لا خلاص كده تقدر تجيب القيم دي عالي تجمع الكلام ده هنا كل واحدة يبقى انت جبت المارجنال اوف واي نفس الكلام تجمع الكلام ده هنا ده اسمه المارجنال اوف اكس. هنا بقى لازم الرقم اللي يطلع معاك هنا يبقى كام يا باشمهندس؟ مجموع دول لازم يبقى هو مجموع دول يبقى واحد، والا لو ما حصلش طلع مجموع دول بواحد يبقى في مشكلة عكيت هنا في حاجة يبقى ترجع تراجع. خلاص ده يعتبر التشيك بتاعك واحد في مشكلة عندنا؟ بمنتهى البساطة أرجع بعد كده أقول لك أنا عاوز الجوينت ديستريبيوشن شوف اللي عملته، عاوز البروبابيلتي بتاعت إن إكس زائد واي أكبر من أو يساوي 2 إف أوف الكلام ده يساوي إيه؟ مجموعهم أكبر من أو يساوي 2، إيه اللي أكبر من أو يساوي 2 يا هندسة؟ امسك حط الإكس في 0 الأول 0 و2 صح كده؟ زائد 0 3 0 واحد واحد في نفس الوقت ليه قيمة واحد 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 اثنين زيرو اثنين واحد اف اثنين زيرو اثنين واحد اف اثنين لا اه اثنين واحد صح اكبر من اكبر من ثلاثة وزيرو ثلاثة وزيرو دي قيمة ثلاثة وزيرو. في أي كلام تاني؟ فكل اللي موجود قدام حضرتك ده كده تروح مجمعه من التيبل ونزل المشكلة عندك يقول لك والله شغلانة ده يعني ده بالنسبة للي كنا عاوزين طبعا احنا كنا هنكمل